تدبير النفايات البحرية من أجل سياحة مستدامة، موضوع لقاء دول نظمته كلية العلوم الاستملالية بمراكش. اللقاء يندرج في إطار مشروع واسع للبحث والتنمية التومالي الرام إلى التقليص من أثار النفايات البحرية على قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بالمغرب وتونس ومصر. هذا المشروع هذا من بالأهداف دياله هو أننا نطوروا طريقة تذويب ديال مواد الصلة وخاصة البلاستيك. اللقاء يهدف إلى جمع الأطراف المعنية الرئيسية من أجل مناقشة ما تحقق من تقدم والتحديات التي تعترض تدبير النفايات البحرية المرتبطة بالسياحة. نحن عم نهدف هو لحل مشاكل النفايات الصلبة في المدن السياحية، ومنقصد نحن حابين ندعم السياحة وخاصة على التغلب في مشاكل النفايات، ونخلق تعاون حقيقي بين البلديات اللي هي مسؤولة عن النفايات الصلبة في الأصل. هذا الحدث الدولي المنظم على مدى يومين يناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري في ميدان السياحة، بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية وفاعلين في القطاع السياحي وخبراء بيئيين وباحثين من المغرب ودول أجنبية.